كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. تماشيا مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أطلقت حملة وطنية حول موضوع تنمية الطفولة المبكرة، عقدت ولاية طنجة لقاء تحسيسيا حول الموضوع بمشاركة عدد من الفاعلين من منتخبين وممثلي السلطات المحلية والمصالح الخارجية والمجتمع المدني. الاجتماع اليوم ديال التنمية البشرية واللي كيهم الطفولة، هذا الاجتماع كان مهم، كانت رسالة قوية فيما يخص كل شيء خصو يتحمل المسؤولية، لا منتخبون كذلك المجتمع المدني عندهم واحد الدور فعال، الصحة، التعليم. كنعرفوا كاين باقي نقص عندنا في يخص العالم القروي، كنطلبوا الله باش فيما يخص التعليم والصحة يتوجه ويجلس مع الجمعيات تما ويعتنى بالمستشفيات اللي عندنا في العالم القروي اللي هو كيعرف واحد النقص حد فيما يخص الموارد البشرية وكذلك الموارد المالية. حنا كمجلس عمالة حنا فاتحين يدنا باش نتعاونوا ماديا فيما يخص التعليم والصحة في العالم القروي، وهذا هو الدور ديالنا، والله المعين ونطلب الله التوفيق. افتتح هذا اللقاء والي جهة طنجة تطوان الحسيمة محمد مهدية عبر كلمة أكد فيها على أهمية هذا الورش. إذن اليوم ترأس السيد والي جهة طنجة تطوان الحسيمة لقاء حول الطفولة والعناية بالطفولة المبكرة. كان الهدف من هذا اللقاء هو توسيع برنامج التعليم الأولي البريسكولير في المستوى الحضري، وأيضا نركز على المجال القروي اللي ما نعرف يعرف هذا المجال من نقص في البريسكولير، اللي طبعا كنعرفوا الإكراهات موجودة في المجال القروي من الناحية ديال البنية التحتية، وأيضا نقص في الأطور اللي كتتكلف بهذه المهمة هذه. وعرف اللقاء أيضا مداخلات عديدة من ممثلي المجتمع المدني نبهوا فيها إلى بذل المزيد من المجهودات للنهوض بوضعية الطفل في المغرب على مختلف الأصعدة. من أجل محاربة هذه الظواهر السلبية اللي هي بجوار المؤسسة التعليمية. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.